فقرة متى يوم مثل كل نهار جمعة لحتى ندخل أكثر على الطقس شو مخبيلنا خاصة بنهاية الأسبوع. وبفقرتنا لليوم رح نستقبل عبد الرحمن زواوي رئيس دائرة التقديرات بمصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. أنا عم أعزبكم دائما تكونوا معنا. امبارح نهار مشمس والحياة حلوة وسعيدة، اليوم وعينا على أمطار. صحيح. هل رح تستمر هيدي الأمطار؟ الأمطار مستمرة اليوم مبدئيا من بعد الظهر، في انحسار تدريجي بالامطار، هلا مناطق شماليه يمكن لبالليل تنحسر الامطار، ونحن تحت تاثير منخفض جوي بلش تاثيره بوضوح الاربعاء. هلا في مناطق الجبل شهدت امطار بالشمال، بيروت يمكن ما حسينا فيها شوي الاربعاء امبارح. نعم. على الخفيف اليوم مرق السنتر اللي هو كان الاساسي وبينحسر تدريجيا اليوم مثل الجمعه. نعم. ويكاند ان شاء الله تاس حلو. الثلوج شو وضعه؟ الثلوج عم تتساقط، الثلج عم ينزل على 1000 متر بالمناطق الداخليه بالبقاع لانه درجه الحراره منخفضه. هلا بزحلي اليوم الحراره 2، يعني لما تكون 2 وعندهم غيوم هالقد بتتلج اكيد على الارجح. نعم. بزحلي حتى يعني طلعت البعض صعب شوي. نعم. على كل كنت عم بسمع على الراديو الصبح انه صارت الطرقات الجبليه مفتوحه فقط قدام السيارات رفاعيه رباعيه الدفع. صحيح. لو دهر البيدر حتى من امبارح لما كنا نحن ببيروت ما حاسين بشيء، كان عم ينزل ثلج على دهر البيدر. نعم. لذلك اليوم اكيد ثلج اكثر، خاصه انه اليوم صارت شامله اكثر لكل لبنان. نعم نعم. راح نشوف على البلازما قدامنا درجات الحرارة. صحيح، هون درجات الحرارة بنلاحظ عم نقارن امبارح باليوم، اليوم بنلاحظ في انخفاض عن امبارح درجة الحرارة خاصة الحرارة الصباحية، وتدريجيا الارتفاع بده يصير شوي شوي، السبت بعد عم بورد شوي مشان هيك على الشمال بعد شوية أمطار، ونهار الأحد تأس كثير حلو، ارتفاع سريع بدرجة الحرارة. نعم. توصل أقصى ل 18 درجة؟ إيه، هيدي على الساحل. نعم. على الساحل، هلا على المرتفعات أقل، يعني طبعا. المرتفعات يمكن من 2 إلى 12 درجة، والأرز حتى ناقص 5 درجة حرارة، بس هيدي نعم. للساحل. نعم، رح يكون في تساقط للثلوج بنهاية الأسبوع أو لا؟ الويكند هلا مبدئيا بتنحسر اليوم، بس على المناطق الشمالية ممكن تبقى عندها شوي بكرة الصبح مع شوي ضباب. نعم. بس مبدئيا ما في ثلوج لأنه المنخفض الجوي بيكون قطع. وليه المناطق الشمالية هي اللي متأثرة أكثر؟ طبيعة المنخفض الجوي هلا بنشوف بالصور الجاية. نعم. طبيعة المنخفض الجوي بنلاحظ منخفض الجوي كيف عم يجي بهالطريقة هيدي، بنلاحظ المناطق الشمالية أكثر شيء عرضة المناطق هيدي، اتجاه الرطوبة أكثر شيء جاي عليها. نعم. وحتى خلال انحساره بنلاحظ بنهايته بيقطع كمان على المنطقة الشمالية أكثر. أها. هيا بنلاحظ هون، هي هذا الشيء عم نشهده اليوم الصبح. نعم. كمية كبيرة من الرطوبة من الغيوم، وهي بتعمل أمطار كثير، وبنلاحظ منخفض الجوي شكله، يعني الضغط الجوي منخفض، وهالشيء باتجاه الشرق بروح، بس البوزيسيون اللي أخذها بخلي الشمال دائما عنده الحصة الأكثر. نعم. ولا حتى بنلاحظ ببعض الظهر مناطق الشماليه هي اكثر شيء عرضه، مناطق الداخليه كمان. نعم. يعني حتى بعد انحسار الامطار رح تضل المناطق الشماليه عم تشهد. صحيح. يعني هي اخر ناس بتروح على الامطار مناطق الشماليه. بنشوف الخريطه اللي بعدها، بنلاحظ هون مناطق الشماليه بعد عندها، حتى لو مش مبين لون الموف بس هيدي كمان في كثير امطار هون. مناطق الداخليه نفس الشيء، يعني الداخليه والشماليه حتى نكون دقيقين، الداخليه والشماليه هي اخر مراحل المنخفض الجوي. يعني عم نحكي عن البقاع والشمال مش بقاع وشمال. الشمال. ايه بقاع وشمال. صحيح بالضبط. نعم. هيدي هون بفرجيكم بس صوره عن درجات الحراره المنخفضه بالداخل، بنلاحظ اللون الازرق هو اللون يعني الحراره المنخفضه اكثر شيء، بنلاحظ الصفر المناطق الداخليه، المناطق الساحليه بنلاحظ مختلفه تماما. يعني اللي عم نشعر فيه نحن هون مختلف تماما عن الشيء بالداخل. لذلك بالداخل بتستمر اكثر وبارده اكثر، بنحذر من الجليد على الطرقات. نعم. الدنيا هيدي كمان صوره عن المنخفض الجوي مثل ما هو، بنفرجي الفرق الحراري بين الشمال والجنوب، نلاحظ لبنان كيف مقسوم اثنين، حتى لبنان مقسوم اثنين بالشمال والجنوب مختلف تماما. صوب الشمال ليش قلنا الشمال اكثر؟ لانه صوب الشمال ابرد بس يكون في رطوبه وابرد، دائما الحراره الامطار تستمر. الرطوبه رح ترتفع؟ الرطوبه مبدئيا هلا اليوم مرتفعه بحد الاقصى، تدريجيا خلال الويك اند بتنخفض، ونهار الاحد بتكون منخفضه على المرتفعات، على الساحل اكيد في شويه رطوبه لانه حد البحر. نعم. نلاحظ المنخفض الجوي عم يقطع تدريجيا، هيدا نحن صرنا هون بعد ظهر الجمعه او مثلا الجمعه، المناطق الشماليه بعد اقرب هي للحرارات البارده، لذلك المناطق الشماليه بعد عم تتاثر نعم تدريجيا لنهار السبت يعني خلص. اي مبدئيا خلص، يعني حتى بضل في شيء على المرتفعات لانه شيء لوكال بنسميه، في رطوبه وفي شويه برد بتعمل لحالها هرهره امطار، بس مبدئيا. نعم. على الساحل ما حنحس بشيء بقى خلص، يعني التأس ويك اند كثير حلو. يعني هذا اللي بنوعد فيه المشاهدين. اي التأس ويك اند حلو، السبت بارد والاحد دافي. نعم. هيدي الفرق. نعم. لنهار الاثنين. لنهار الاثنين هلا بنلاحظ المنخفض الجوي، اذا شفنا الصور بشكل اسرع شوي بنلاحظ انه نحن بعدنا بنهار السبت. هلا نهار السبت، نهار السبت الجو فلو غربي، هواء غربي، غيوم بتروح وبتجي بس ما في امطار، ومرتفع الجو بلش يتكون
بنلاحظ مرتفع جو عم يتكون. نعم. صرنا هيدي السبت عشيه نهار هيدا الجت اللي عم نحكي عنه كمان حبيت فرجيكم صوره الجت اللي هو الهواء النفاث اللي بيحمي لبنان من الامطار اذا بدنا بعض الاحيان يعني. نعم. وبعض الاحيان لما ينزل بيسمح للامطار تجي علينا بالويك اند سامح الامطار انه ما تجي او بمناعه تجي. حمينا من المطر. ولا هاي التنين هاي التنين بنلاحظ الجت هيك بياخذ شكل لبنان منقى عن الامطار. نعم. نعم. حتى مع الامطار اللي رح تشهد المنطقه نحن بعاد صحيح صحيح بعاد يعني مناطق التركيه واليونان تشهد امطار نحن بمنقى عنا بسبب الجات. نعم. هيدي على القليله لحد نص الاسبوع القادم. نعم. طب عبد الرحمن رح يكون في يعني هيك ثلج حرزانه مثل هذا الجو هذا الجو هذا هي الصوره اخذناها لقدام شوي نهار الخميس القادم. نعم. بنلاحظ لبنان بلش يقترب منه منخفض جوي كبير اللي هو مسيطر على كل اوروبا، هذا الجيت اللي بده يدفش المنخفض الجوي الكبير اذا وصل لعنا بنهايه الاسبوع القادم بكون نحن تحت تاثير منخفض جوي كثير مهم وبيطول، هذا المتوقعينه نحن للويكند الجاي بس بما انه توقع كثير بعيد ما بنحكي فيها بشكل دقيق لانه ممكن تتغير الظروف. نعم. بس هذا الشكل اللي متوقعينه من الخميس وبالرايح يعني لبنان قادم على ويكند الجاي على شيء مهم. نعم ان شاء الله يعني على بسيطة على ثلج رح تكون على ثلج رح تكون بالويك اند مبدئيا بس برضه نحن حذرين بنحن نعطي جواب على الموضوع لانه بعيده بس بنعطي فكره اذا الناس بتحب تعرف انه في شيء ان شاء الله بده يجي مهم لانه في جت طويل عريض جاي وهو بيسمح للمنخفض الجوي انه يجي علينا لانه صار تحتنا. نعم. وهيدي هون صوره الامطار بنلاحظ بس هيدي فكره عن قديش كميه الامطار كانت كبيره على لبنان. نعم. حتى على شمال سوريا وبتركيا هون وهذا الشيء لليوم اذا قدمنا لقدام بنلاحظ كيف بتنحسر شوي شوي وبتنتهي المساء. نعم. هيدا امطار اليوم امطار اليوم لحد بعد الظهر نشوف لحظه ثانيه. نعم. كانزور يعني الساعه 15 جي ام تي يعني 3 بعد الظهر توقيت جي ام تي يعني 5 عندنا. نعم. يعني لحد 5 بعد الظهر في امطار بعد المناطق بشكل. نعم. عام تنحسر تنحسر مسائيا بتمنى الشمال تبقى اكثر شوي. نعم يعني على امل انه هالامطار تكون حامله معها كل خير ومثل ما دائما بنقول يعني مع الاسف حالة الطرقات دغري بتتأثر وبنشهد ايه بنشهد على عجلة السير وقطاع بالتيار الكهربائي وغيرها كثير ولكن طبعا نحن بحاجة لهيدي الأمطار. كنا عم نسألك عن الثلج لأنه طبعا نحن يعني بدنا نطلع على الثلج ونكون مبسوطين بس كمان بدنا الثلج يكون مكدس صحيح الثلج عم يتكدس هلا حقيقة لأنه الثلج الأولانية عم الثلج كثير وبقي كمية موجودة أكثر من أكثر من متر تقريبا على ارتفاع 1800 متر وهالشيء بس لازم ترجع تتلج يعني صحيح طبعا على القليل الحراره بدها منخفضه حتى نحافظ على الثلج. نعم. بس اهم شيء حكيتي عن الناس والطرقات اهم شيء الناس خلال هالمطر اللي عم يجي ينتبهوا من الجليد بده يصير واذا كان في امطار غزيره فيهم يصفوا على جنب لحظه ما ضروري ينعجقوا بهالجو. نعم. يعني في واحد تاخر شوي على شغله ما بياثر. نعم هو على كل الاحوال رح يتاخر. الجليد يلي رح قلت لنا عنه هو يلي صار بساعات الصباح الاولى ولا معقول بده يصير كمان اي هلا صار بساعات الصباح الاولى بده يصير كمان الليلي لانه الليلي حراره منخفضه لتطلع الحراره لنهار الاحد بقى. نعم. الليلي وبكره الصبح في مي على الارض في ثلج. نعم. في جليد وشتوى بتقطع اليوم نهار بانتظار المنخفض الجوي اللي حكينا عنه بكره نهار الاحد رح يكون الطقس كثير كثير حلو. ما اشكرك عبد الرحمن زواوي رئيس دائره التقديرات بمصلحه الارصاد الجويه على كل هالمعلومات يلي اعطيتنا اياها ومشكورين دائما بمصلحه الارصاد الجويه على متابعتكم لهيدا الموضوع. اهلا وسهلا فيك معنا مشاهدينا من فقره ميتيو رح نروح نحن وياكم